يا أخي فعلا إن لم تستحي فاصنع ما شئت. في نفس التوقيت اللي فيه الأمم المتحدة بتهاجم الرئيس التونسي قيس سعيد بزعم إن هو يا حرام تصدى للمهاجرين غير الشرعيين، وإن هو تجرأ على إن هو يقنن وضعهم في قلب دولة تونس، وإن هو بهدل المهاجرين غير الشرعيين، وإن مش من حقه التصدي ليهم، نكتشف إن في منظمات حقوقية بتفضح دور أوروبا في قتل وإبادة وتدمير آلاف مؤلفة من المهاجرين غير الشرعيين، ولم نسمع صوت أي منهم. فعلا للمرة الثانية على التوالي، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا دولة تونس لقنتهم درس عمرهم ما هينسوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. طبعا الرئيس قيس سعيد رئيس دولة تونس جنن الأمم المتحدة وجنن كل دول أوروبا. الرئيس قيس سعيد كان خلال السنوات اللي فاتت مشغول بالكثير من التحديات التي تحاصر الوطن التونسي العزيز، ثم بدأ يلتفت إلى ملف الهجرة غير الشرعية. الرئيس قيس سعيد فوجئنا في يوم من الأيام أطلق تصريحات خطيرة جدا، قال يا سادة في مؤامرة دولية من أجل تفكيك البيئة الديموغرافية لسكان تونس من خلال قيادة منظمات الاتجار بالبشر لعمليات هجرة جماعية غير شرعية في قلب تونس، بحيث إن هما يستوطنوا تونس ويقعدوا فيها وشكرا، يغيروا تركيبة السكان في قلب الدولة التونسية. بدأ يقنن هذه الحالة، المهاجرين غير الشرعيين أهلا وسهلا بكم، بس شريطة أن حسبما يتم الاتفاق عليه حوالين القانون التونسي، يعني حسبما يشير القانون التونسي. بعد ما كانت تونس بتدي 3 شهور فقط لا غير للمهاجرين أو المسافرين أو العابرين ترانزيت وبيقيموا بعد كده في قلب دولة تونس، كان القانون بيدوهم 3 شهور فقط لا غير، وبعد كده يوفقوا أوضحهم أو بعد كده يخرجوا. الرئيس قيس سعيد ادالهم بدل 3 شهور 6 شهور، وادى للطلاب بتوع الدراسة بدلا من 6 شهور ادالهم سنة. عاوز ايه أحسن من كده سعادتك؟ بعد ذلك يحق للسلطات التونسية ان هي ترحل غير المتوافقين قانونيا لبلادهم. اعتقد ده من حقه، بس يا عم الحاج وعينك ما تشوف الا النور. الرئيس قيس سعيد بدأ يضغط على النقطة ديت، النتيجة الاف مؤلفة من المهاجرين غير الشرعيين بدأوا يتوجهوا لأوروبا، بدأوا يضغطوا على أوروبا، أوروبا انتفضت. قيس سعيد بينتهك حقوق الإنسان بالكاف، قيس سعيد بيدمر حقوق المهاجرين، وروح امك بأمرت ايه؟ ده انت بتعمل اكتر من كده. هو انا المطلوب مني ان انا احميك من المهاجرين غير الشرعيين فاستوعبهم عندي وانت قاعد في بيتكم امن مستقر متفل وعشرة، وانا لما اجي اعيد ترتيب البيت التونسي من الداخل زيك بالظبط انت تهاجمني؟ طبعا الرئيس قيس سعيد لم يستجب لأي ضغوط، إلى درجة أن أوروبا ركعت تحت رجليه وقالوا شبك لبك أنت عاوز إيه؟ قال تعالوا بقى نتحاسب، حاسبهم حساب الملكين. النتيجة اتهبلوا، إلى درجة أن احنا فوجئنا بأن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال بالحرف الواحد بالأمس لقد قامت تونس بطرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا وكذلك مع الجزائر، وقال لقد لقى عددا منهم حتفهم عند الحدود مع ليبيا، ومئات الأشخاص بينهم حوامل وأطفال ما زالوا محاصرين في ظروف قاسية فيما تقل فرص حصولهم على طعام وماء. يعني الرئيس قيس سعيد المفترض جدلا ان هو اعلن في القرارات بتاعته المقننة لنظام المهاجرين غير الشرعيين ان يتم ترحيلهم مع خالص الحب والتقدير لدولهم. طب انا ليه ارحل المهاجرين غير الشرعيين في صحراء ليبيا او على حدود الجزائر واسيبهم؟ طب ما يروحوا اساسا لدولهم مرة تانية، هو ده اللي بيعمله الرئيس قيس سعيد. لكن طبعا الامم المتحدة بتضغط طبعا تضامنا مع الموقف الأوروبي، لأن هم بيضغطوا عليه على أساس إن هو يكون بمثابة الغفير اللي يحرس حدود أوروبا.
ثم قال احنا قلقانين جدا حيال ما تقوم به تونس، الى درجة ان منظمة Human Rights Watch الدولية قالت هي كمان بعد مقتل مواطن تونسي في 3 يوليو في مدينة صفاقس أثناء عراك مع مهاجرين غير نظاميين، طردت قوات الأمن التونسية ما لا يقل عن 1200 مواطن من جنوب الصحراء الكبرى إلى مناطق نائية على الحدود الجزائرية والليبية. عاوز أتذكر طبعا أن كان في خناقات ما بين شعب تونس وما بين المهاجرين غير الشرعيين، تونس طردتهم على الحدود. طبعا الكلام ده ما حصلش. ثم جت تقارير غربية وقالت ان جه في حصيلة جديدة اعلنتها مصادر انسانية في طرابلس ان تم العثور على 24 جثة بعضها لنساء واطفال في الصحراء الليبية منذ مطلع يوليو. طبعا عاوز اقول لحضراتكم ان المهاجرين غير الشرعيين اللي بيهربوا لاوروبا بيجوا على حدود تونس وبيجوا على حدود ليبيا، وبالتالي اللي حصل في قلب دولة ليبيا بيحاولوا يشربوه لتونس، على الرغم من ان تونس منها بريئة بالمرة. وزير الداخلية التونسي كمال الفقي قال إن تونس لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية. الكلام ده طبعا شفناه وتابعناه طوال عقود ماضية. وشدد على أن الادعاءات حوالين عمليات طرد المهاجرين لا أساس لها من الصحة، ونفى ما تم الترويج له من معلومات حوالين إساءة معاملة هؤلاء الأشخاص، وقال ان المعلومات ديت مش مظبوطه بالمره واتسمت بعدم الدقه، وطالب بالتثبت من الاخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على اداء المؤسسه الامنيه. وقال ان قوات الامن لا تتوانى في بذل اي جهد لنجده وانقاذ المهاجرين على الحدود البريه او البحريه، الى درجه ان هو اعلن بالارقام وقال ان تم انقاذ 15327 مهاجر غير شرعي غالبيتهم من دول جنوب الصحراء منذ مطلع 2023 وحتى نهاية الشهر اللي فات. وذكر كمان أن بيتم التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي، وأن الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية. وأنا مالي يعني إيه اللي دخلني أساسا في شأن ليبيا أو في شأن الجزائر؟ أنتوا تلاقيتوا مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين اللي ميتين في الصحراء، دي ماليش علاقة بيه. ده معنى ذلك كانوا مهاجرين بيستغلوا الحدود وبيستغلوا الدول الأخرى زي ليبيا وماتوا في الطريق، لأن في مافيا للاتجار بالبشر بتاخد آلاف مؤلفة من الدولارات من الشباب على أمل إن هم يهربوا لأوروبا. منظمة أطباء بلا حدود، شوفوا بقى حضراتكم ودققوا النظر، منظمة أطباء بلا حدود فضحت أوروبا وفضحت المعايير المزدوجة اللي بتتعامل بيها المنظمات الدولية. منظمة أطباء بلا حدود اتهمت فرنسا بترحيل المهاجرين على الحدود مع إيطاليا بشكل منهجي، وقالت إن ده مصحوب بعنف ومعاملة مهينة فضلا عن الاحتجاز التعسفي. يعني إيطاليا ودول أوروبا بيتعاملوا مع المهاجرين غير الشرعيين بطريقة بشعة جدا. وتحدث أشخاص تم جمع شهاداتهم من خلال فريق أطباء بلا حدود ما بين شهر فبراير ويونيو الماضي على حدود إيطاليا عن تعرضهم، دققوا النظر بقى في التصريح ده، عن تعرضهم لانتهاكات إجرائية متكررة من قبل المسؤولين الفرنسيين، في حين عاملهم الإيطاليون بلا مبالاة، كانوا بيموتوا، كانوا جعانين، اتبهدلوا، تم اعتقالهم، تم احتجازهم، تم الاعتداء عليهم من قبل فرنسا ومن قبل إيطاليا. وقالت المنظمة في تقرير عن الوضع إن الإعادة المنهجية للأفراد على الحدود الفرنسية الإيطالية غالبا ما تكون مصحوبة بأعمال عنف ومعاملة مهينة أو غير إنسانية فضلا عن الاحتجاز التعسفي زي ما ذكرت لحضراتكم. وقالت المنظمة إن غالبية المهاجرين كانوا في أوضاع شديدة الضعف، وإن العديد منهم مروا بتجارب مؤلمة للغاية في طريقهم من أفريقيا لأوروبا، وقد جاء معظم الأشخاص اللي عالجهم الفريق من الكاميرون وغينيا وساحل العاج، وكانت المشكلات الطبية الثلاثة الرئيسية لديهم هي الاضطرابات الجلدية، طبعا جرب بسبب التعسف في نظام الاعتقال، والعضلية اتبهدلوا وانضربوا، والعصبية، الناس جالها انهيار عصبي بسبب سوء المعاملة في قلب أوروبا. شفتوا الفضيحة ولم تتحدث الأمم المتحدة بالمرة. منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش دعت لإجراء تحقيق موثوق في حادث غرق سفينة مهاجرين قبالة اليونان أسفر عن مقتل المئات في يونيو،
وقالت المنظمتين دولي إن تناقض روايات خفر السواحل اليوناني والناجين مبعث قلق بالغ. يعني كل دول أوروبا يا سادة بتنتهك معايير حقوق الإنسان في مواجهة المهاجرين غير الشرعيين، ورغم ذلك ما شفناش كلب بينبح ضدهم. ليه حضراتكم معايير مزدوجة؟ هم يهاجموا بس دولة تونس. وبعض المنظمات الحقوقية التونسية مع الأسف كانت بتدعم التوجهات ديت. ليه؟ من يأكل على مائدة السلطان يغني أغنيته ويحارب بسيفه. هم ممولين بيترمي ليهم مجموعة من الدولارات المغموسة بدم الشعوب، ياخدوها وينبحوا ضد أوطانهم. النتيجة بنشوف جبهة الخراب الوطني في قلب الدولة التونسية وحركة النهضة الإخوانية وأمثال المنصف المرزوق وأمثال نور الدين الطبيبي أمين عام اتحاد الشغل التونسي وآخرين، وبعض وسائل الإعلام الإخوانية التونسية بتنبح ضد الرئيس قيس سعيد. ليه؟ بينتهك معايير حقوق الإنسان وبينتهك حقوق المهاجرين غير الشرعيين. يا حيلتها بقى أوروبا تقنن أوضحها، وأنا كتونس لأ، حلال لأوروبا حرام على دولة تونس. سعادتك، ما هي الخيانة ليها ناسها. وزارة الخارجية التونسية قالت تونس عمرها ما هتكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين. يعني مش مطلوب ان دولة تونس يا اوروبا تحط المهاجرين غير الشرعيين من دول افريقيا جواها عشان تحميكوا انتوا وتدمروا دولة تونس. ده بعيد عن شنبكم، بعيد عن شواربكم. هكذا تحدثت وزارة الخارجية التونسية وقالت إن تونس بتلتزم باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية. تتشالوا تتهبدوا، دولة تونس مش هتكون بمثابة بوابة أمان لأوروبا. كل واحد يشيل الشيلة بتاعته. هكذا أعلنت دولة تونس في حسم. وزير الداخلية التونسي يعلن الادعاءات حوالين عمليات طرد مهاجرين ملهاش أساس من الصحة. تونس لن نكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين. منظمة أطباء بلا حدود تفضح الجميع، معاملة مهينة للمهاجرين على حدود فرنسا وإيطاليا. يعني حاجة مستفزة وقليلة الأدب ووقحة من قبل دول أوروبا. بتبص لبرة ما تبص لجوه الأول، جاتكم قرف.